ما معنى ما جاء في الحديث أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط؟ نعم، يعني نطقوا بالشهادة وماتوا على طول، ما أمداهم يعملون شيء، نطقوا بالشهادة صادقين مؤمنين بها، إما أنهم قتلوا في الحال أو ماتوا في الحال ولم يتمكنوا من العمل. نعم. أما من نطق بالشهادتين وهو صاحي وسليم ومتمكن من العمل وتركه، هذا ليس بمؤمن. نعم.